السلام عليكم، اهلا بكم في الدرس الثاني من بروجرامينج وزود كودينج تكنولوجي بي دبليو سي تي او البرمجه بدون كود. ده درس ثاني، فلازم تشوف الدرس الاول على القناه قبل ما تكمل معانا. في الدرس الاول احنا عملنا بس ايه، شاشه صغيره لما بتدوس عليها بيفتح لك الشاشه الثانيه فيها تكست وفيها زرار بيعمل لك رساله ترحيب. دلوقتي بقى نبدا نضيف بعض الزراير على الويندوز اللي هي 2، فاقول له افتح لي الشاشه بتاعت هنا واقول له اد كنترول بوتوم، هنسمي ده مثلا ماكسمايز، واقول له اوكي، واقول له هخليه لي الناحيه دي هنا كده، واقول له ضيف لي واحد كمان مينيمايز، واقول له ضيف لي واحد كمان كلوز اوكي اهوت. طبعا دول لسه ما بيعملوش حاجه خالص لان هم لسه ما اتبرمجوش، احنا عايزين نبرمجهم من غير ما نكتب اي كود خالص. طيب هقفل ديت واجي هنا واقول له انا عايز هنا في الماكسمايز عايز اضيف ايفنت، فاجي على الايفنت واقول له ده لما حد فين البوتوم ايفنت اهوت اوكي، لما حد يدوس عليه كليك اعمل لي ماكسمايز واقول له كول بروديوسر، دور على البروديوسر اهو. طيب ده هيجي يعمل ايه؟ هيجي هنا في الشاشه ديت وهيروح للويندوز ويروح للكلاس، هيروح ل انفوك ميثود ويقول له اعمل لي ماكسمايز للاوبجكت اللي هو ويندوز 2 اوكي. نجرب، بتدوس تقول له ماكسمايز يعمل لك ماكسمايز، مينيمايز يعمل مينيمايز بس لسه ما برمجناش. فهنيجي هنا وبعد كده نقول له بقى ايه الاكشن ده، انت ممكن تاخده كده كوبي الماكسمايز، تاخده كده كوبي وتقول له هنا ايه كليك يبقى مينيمايز تمام، وتقول له اوكي. والمينيمايز برضو ممكن تاخد نفس الاجراء اللي احنا كلاس اللي احنا عملناه، هناخد كوب بيست ونقول له بقى هنا احنا عايزينه مينيمايز اوكي. طيب بالمره بقى ناخد دوت هناخد دوت كده كوبي. طيب هو ممكن نعمله اوتوماتيك اهوت، اقول له بوتوم ايفنت كلوز اهوت. طيب هنا بقى هقول له ان انا عايز الويندوز كلاسز اللي اسمها ويندوز 2 ريليز اوكي، نشغل بسم الله ماكسمايز مينيمايز صغر اهوت كلوز، يروح قافل الشاشه. يبقى احنا كده قدرنا نعمل برنامج ونبرمجه ونخليه يتفاعل مع الفورم او الويندو بدون ما نكتب اي كود خالص.